عندي هون هالبصل قطعوه بالشكل اللي بدكم اياه، بس افضل شيء انكم تقطعوه بشكل جوانح، حتى البصل المسخن اذا بتلاحظوا مرات بتلاقوا انه البصل مغرق بالزيت. فهذا طبعا طيب جدا يا ابو طه، وبنضيف البصل من دون زيت ولا اي شيء ابو طه. تمام. بعد شوي من الطبخ والتذبيل راح تلاقوا انه صار في سائل. السائل منين جاي ابو طه؟ كله جاي من ميه الموجوده داخل البصل. شويه ملح عشان اساعد البصل على الطبخ. راح اخذ بس ملعقتين من زيت الزيتون واضيفهم على البصل. بعد الطبخ المستمر ابو طه بيطلع عندي هون هالبصلات مبينين مكرملين نوعا ما، يعني مش مكرملين ابو طه بس قبل الكرمله بشوي، لانه انا ما استخدمت زيت كثير. شوفوا اللون محلاه، وطبعا اهم شيء انا عندي البصل انه ينضج. اذا البصل ما نضج احنا شغلنا كله على الفاضي، بديش انا بس لون، بدي البصل يستوي. فهي الفتره او وقت الطبخ بده وقت منيح، يعني تقريبا ثلث ساعه حتى البصل ينضج 100%. الان بدنا نسوي احنا تتبيله المتبل. اوكي. اول شيء راح اجيب استخدم اليوم من طيبه، طبعا هالانتاج المحلي الفخم، لبنه لبني جديده. علبه لبني مش لبنه لبني، علبه لبني جديده. فباخذ شويه لبنه، شوفوا اللبنه قديش كثافتها جميله جدا، كثافتها مميزه. طيب بنضيفها داخل يا ابو طه داخل البوله. طبعا فيش مانع نستخدم كمان لبن بلدي اكيد، ترخيها شوي بالضبط، وبتضل طعم اللبن البلدي فيه حموضه هيك، يا عيني عليك، حبه جميله 100% بنحبها احنا هون، يعني 100% ابو طه. فهي عندي هون لبنه او لبن طيبه البلدي، طبعا ما ننسى اللبن المدعم بالبروبيتك. شوفوا قديش اللبن مميز. شوف ابو طه طلع. بنضيف كمان ملعقتين، تمام، هاي كمان زيادة. الآن ترخي اللبنة شوي. هسه بعد التحريك كله برخي ابو طه. بنضيف من هالطحنية ما ننسى سنة ثوم، طبعا تبل ثوم على طول. بس انا بنصحكم يعني الثوم خلوه للناس، في ناس ابو طه خلص هذا الثوم ما بيحبوه انتهى. فما تحطوش ثوم، ما في مشكلة. الملح، أنا ملح البصل كمان شوي. وعندي من عصير الليمون، وراح أضيف الآن شوية دبس رمان، حتى ما بتلاقوهاش بالوصفة، هاي إضافة من عندي. أوكي. بس مش أساسية. خلينا نخلط ملعقة واحدة من دبس الرمان، هتعطيني حموضة زيادة، هتعطيني كمان يا ابو طه تمام نكهة طيبة. بنضيف البصلات، ونبدأ يا ابو طه في خلط. بس قبل ما نبدأ بالخلط راح اضيف كمية منيحة من البقدونس، زيت الزيتون حاضر هون، ملعقة واحدة لكل، لأنه اليوم راح يكون في حديث عن زيت الزيتون يا أبو طه بعد شوي، اليوم عن القطاف، وأكيد نقود الحديث عن زيت الزيتون اليوم، عن الحصاد وقطف ثمار زيت الزيتون. هسا الموسم بلش. طبعا موسم، وهسا إذا بتمروا من عند المعاصر، يعني والله ذيك اليوم غلبتهم بالمعصر. أنا أنت مشكلة، رفقك مشكلة والله.